بطل عملية الكرامة على المعبر الشهير بين الأردن وفلسطين المحتلة، أكثر من بطل، سائق الشاحنة الشرق أردني اللي هز الكيان الغاصب على جسر اللمبي بطلقات مسدس بسيط وأردى 3 من جنود الاحتلال قبل ما يستشهد، نقلنا إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل. معبر الكرامة هيدا المكان الرمزي عنوان انتصار العزة العربية بـ 68 تحول إلى معبر التخاذل العربي المساهم بكسر الحصار المفروض على إسرائيل. ماهر الجازي فتح جبهة إسناد جديدة على الضفة الشرقية لنهر الأردن. انتو شفتوا ضيافة الحلو والاحتفالات بشوارع الأردن بعد العملية، شفتوا العزاء المهيب في مدينة معان وقديش أبوه وأهله معتزين فيه، وبيان العشيرة لن يكون شهيدنا آخر الشهداء. ماهر لا يمثل فقط عشيرة الحويطات الممتدة على رقعة العالم العربي، لا يمثل فقط نشام الأردن، ماهر الجازي الحويطي اليوم أيقونة الكرامة العربية، صوت الغضب العربي، ضمير الشارع العربي المحتقن من مصر للمغرب مروراً بالخليج. ماهر نقل الصراع إلى ساحات إسناد إسرائيل في العمق العربي.